انتصارات، هنا جهاز الانطلاق، فتحت البوابات بسم الله في سابع أشواط الحفل السابع عشر من علامة 1600 متر. اندفعت هذه الجياد عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة على جائزة نادي الفروسية التقديرية. انطلاقة سريعة تبدأ مع شويشان ابن لمح البرق مع أحمد الأزهري يقود الصدارة، يقود الانطلاقة في هذا الشوط. فيما نشاهد صاحب السرعة رقش يحاول في ثاني المراكز، ونشاهد مناصر إلى ثالث المراكز يحاول التقدم في هذه الأثناء، وشمنصير في المركز الرابع متمركز بجوار السياج يحاول التقدم في هذه الأثناء مع محاولات قوية من أساف المرشح من الاستوديو التحليلي. يحاول أساف خلف المتصدر شويشان الذي بدأ الانطلاقة، بدأ الصدارة. هنا نشاهد رقش يحاول تقليص الفارق ومناصر إلى ثالث المراكز، تحرك قوي من رعاف في خامس المراكز، وكذلك أشاهد مشيخ مع إيدي كاسترو يحاول استحثاثه من الخلف للتقدم، وكذلك ابتهل الذي يعد كمفاجأة للفوز بهذا الشوط يحاول التحرك بقوة، وشاهد يستحث عبد الله العوفي للتقدم. هنا نشاهد المنعطف الأخير، البوابة للأمتار الأخيرة من عمر هذا الشوط، شويشان مع أحمد الأزهري، هل سينجح في الهروب بجائزة نادي الفروسية؟ عادت أحمد جياد الانطلاق، أحمد يستحث يهرب يخدع في هذا الشوط، يوسع الفارق، ينطلق أحمد الأزهري مع شويشان، يبدو أنه في طريقه إلى الفوز الرابع وبجائزة نادي الفروسية التقديرية. ألف مبروك للأحمر، ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. إذن شويشان بطلا.